إلى الانتباه، وفي ذات الموضوع تحقيق للانتباه 2 مليار دولار حجم التداول بالسوق السوداء. قال تجار عملة إن حجم التداول بالسوق الموازي للعملات الأجنبية يبلغ ملياري دولار، وزاح تحقيق للانتباه الستار عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، وتأتي ممارسة أجانب العمل بالسوق السوداء للعملات في مقدمة تلك الأسباب. وأوضح التحقيق أن الأجانب من جنسيات عربية ينشطون في شراء العملات الحرة بغرض شراء مدخلات إنتاج، وذكر التجار أن هنالك مجموعة ولجت السوق رجحوا انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وكشفوا عن ضخ المجموعة لمبالغ ضخمة لشراء العملات الأجنبية. بالمقابل قال عدد من صغار التجار للصحيفة إن شركة اتصالات شهيرة تقف أيضا وراء ارتفاع الأسعار. أستاذ خالد، يعني هل يمكن أن يصل حجم التداول في السوق الموازي خارج النظام المصرفي لهذا الرقم؟ طبعا من الصعب البناء على، يعني الصعب الحصول على إحصائيات حول التداول في السوق الأسود، لأنه ما في مؤشرات واضحة، لأنه برا النظام المصرفي، برا الصرافات، فبالتالي إنك تقدر تحسب هو كم صعب، لأنه هذا هو سوق ما منظم، فبالتالي من الصعب تكون في إحصائيات. التعامل دائما هو يعني تعامل ما في الضوء، هو في الظلام، فبالتالي ممكن تقول في معظم التعاملات أو غدر كبير معظم التعاملات في السوق الأسود، لكن ما بتقدر تحدد. حتى بنك السودان ما يقدر يحدد كمية التعامل بالدولار في السودان، لأنه هي باقي خارج الشبكات، والمزلة بتاعت الإحصاء في الموضوع ده صعب. طيب، لكن أفتكر معظم المتعاملين في الدولار في السودان شراء ولا بيع هي في السوق الأسود، حتى إذا كان اللي بغرض التجارة، بغرض السفر، حتى بغرض المغتربين، لأنه لخلل السياسات يعني. طيب، من الذي فتح الباب واسعا للأجانب لأن يدخلوا في السوق الموازي؟ هل هذا متاح بالنسبة لهم؟ هو أصلا السوق الموازي عمل غير قانوني، إذا كان قام به مواطن سودان ولا قام به أجنبي في القانون بتساوي، لأنه هي مخالفة في القانون. طيب، من أين أتت هذه الجرأة لشخص هو غير سوداني أن يدخل ويستثمر ويضارب ويبيع؟ هنالك مساحة من الثقة، هنالك مساحة من الارتياح، من أين وجدها؟ هو أنا ما قاعد يعني ما أفتكر من السليم أنه تنظر أنه ده عشان دي الأجانب. المخالفة للقانون متساوية، إذا أنت مثلا خالفت القانون بالبيع خارج النظام المصرفي، التعامل في العملات، أو قمت بجريمة جنائية، في النهاية كل الحاجة هي مخالفة للقانون، ما موضوع بتاع الأجانب فقط. لكن ده وصف للحالة العامة، أنه في مشكلة، أنه حالة الانتقال دائما بتكون فيها نوع من السيولة، في مشكلة تراكم بتاع أخطاء بتاع ومشاكل في الاقتصاد بشكل عام وهيكلة الاقتصاد، وفي مشاكل في بطء في الحكومة الانتقالية في تنفيذ سياسات جديدة أو العمل بها، في مغاومة أيضا من النظام القديم لمحاولات الإصلاح، إذا كان إصلاح اقتصادي أو إصلاح داخل، أو هناك أيضا شبكات تعد مصالح اقتصادية من وضع الطبيعي ترفض أن يتضرر مصالحها، حتى لو مصالحها هي ضد اقتصاد البلد وضد القانون، لكن في النهاية طبيعة الأشياء بيحاولوا دافع عن مصالحهم. وأيضا هناك تراخي من الجهات الأمنية اللي ما قايمة بدورها تماما، يعني في واضح المظاهر بتاعت التعامل خارج القانون. لماذا يعني أستاذ خالد، يعني عندما نرى متعاملين بالدولار في ردهات السوق العربي يحملون هذه المبالغ النقدية ويلوحون بها دون أي رقيب ودون أي خوف ودون أي جزع، يعني هذا يشير إلى ماذا؟ هو هي دي أزمة اقتصادية، الحلول لازم تكون اقتصادية متعلقة بالسياسات والإجراءات. يعني أنا هنا أسأل عن عنصر الرقابة الأمنية، لماذا مفقود؟ أتركنا أكمل. يعني هي في النهاية الحلول الأساسية لازم تكون حلول اقتصادية مرتبطة بالسياسات، وتجذب الناس يجوا للبنوك. الناس مش تشتري أو تبيع من خارج النظام المصرفي للتشوهات الاقتصادية وفي الفساد حتى في مؤسسات الدولة لسنوات طويلة سابقة، في جهات مستفيدة من الوضع ده، وفي مشكلة في السياسات ما حقيقية وما واقعية، سياسات اللي كان متعلقة بالذهب بالصادر وبالوارد وكده. وأيضا في جانب جزئي هو سياسات في مشكلة في الأجهزة الأمنية، في حالة تراخي كبير، وأفتكر ده جزء من واضح أنه ما في تنسيق بين المكون المدني والمكون العسكري
في الحكومة الانتقالية أو ما في رؤية مشتركة أو في غياب لإرادة مشتركة أو في أطراف دار يكون الوضع كده وشكل الدولة يظهر ده حالة صورة الدولة للمواطنة هيبتها أكبر في من إنها هي ممكن تكون حلول. أفتكر برضو في أطراف بتستثمر في إضعاف الدولة من داخل نظام من داخل الدولة ومن داخل الأجهزة المنبهة تنفيذ القانون وتنفيذ القانون وهيبة الدولة وأيضا في تراخي لا يعفي جدا لا يعفي أيضا الجهاز التنفيذي إنه ده جزء من دوره. وأيضا الموضوع محتاج لإنك تدي رسائل للمتعاملين، يعني إذا المتعاملين في السوق الأسود التجار إذا أنت فتحت صرافات بأسعار حقيقية بالتأكيد. وبحاجات تشجيعية هم زادوا حيفتحوا صرافات لأنه برضو بالنسبة لهم فيها مخاطر. إذا كان الذهب عملت سياسات حقيقية وبورصة المغتربين أديتهم حوافز، يعني أنت محتاج لسياسات اقتصادية حقيقية فيها خيال وفيها شجاعة وفي نفس الوقت الأجهزة العسكرية والمكون العسكري ما لابد يعرف أنه هم جزء من الدولة والشراكة بتاعتهم بتاعت أنه يتيحوا إنه كل مؤسسات والشركات تكون تحت سيطرة وزارة المالية وحتى الإجراءات المرتبطة الثانوية المرتبطة بالأمن يكون مباغر كده تكون شراكة عبارة عن وعود زائفة لا تستفيد منها الشعب السوداني بحاجة ولن يعني لن تثمر شيئا. طيب سؤال في ختام هذا الخبر، بالنسبة لك هل التراجع الكبير لقيمة الجنيه في الساعات الفائتة هل كان مبرر أن يصل إلى هذه القيمة؟ أصلاً الارتفاع الكبير أو الانخفاض الكبير للجنيه السوداني جزء منه حقيقي لكن جزء منه كبير مضاربات وحالة بتاعت عدم اليقين دائماً حالة نفسية. العملة تتحرك في حالة ليكون الاقتصاد في حالة بتاعت عدم يقين بيحصل بتتأثر العملات وتتأثر البورصات. الحكومة محتاجة لسياسات اقتصادية جديدة بصورة جادة ومحتاجة لإصلاح هيكلي ومحتاجة تكون كل الاقتصاد تحت إدارة وزارة المالية. طيب. فما تم دي وما تمت حوافز للمغتربين وحوافز للمصدرين والمستوردين وحوافز لبيع بتاعت استثمار حقيقي تجذب الاستثمار الداخلي والخارجي الاقتصاد ما بيستغير وبالتالي العملة هي مؤشر للاقتصاد برضو ما هيحصل استقرار لها.